مساكم الله بالخير مشاهدينا وحياكم الله معنا في حلقه جديده من برنامج سلام الكويت عبر شاشه قناه الكوت الفضائيه. برعايه صاحب السمو امير البلاد المفدى الشيخ صباح الاحمد اللي ناب عن سمو المستشار محمد ضيف الله شرار انطلقت فعاليات مهرجان الموروث الشعبي الرابع يوم الجمعه الماضي. تم اطلاق اسم صاحب السمو على القريه اللي تم انشائها بوقت قياسي لاقامه هذه الفعاليات. وتضمن المهرجان إقامة عدد كبير من المسابقات المتعلقة بالموروثين البري والبحري لأهل الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي حول هذا المهرجان والمشاركين فيه وأهدافه نلتقي هذه الليلة في فقرتنا الأولى مع ضيوفنا الأستاذ محمد عبد المحسن العواش وهو الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الإعلامية والإعلام الجديد ورئيس اللجنة الإعلامية لمهرجان المروث الشعبي الرابع وايضا الاستاذ حمد الفراج وهو رئيس لجنه الصحافه للموروث الشعبي مساك الله بالخير ابو فراج مساك الله بالخير واجمل تحيه للمشاهدين سلام الكويت والزملاء حقيقه سعيد ان نلتقي بنفس اللقاء مع الاستاذ محمد عبد المحسن العواش وايضا الاستاذ خليل السلطان اسد نعم ونعم فيكم جميعا واحنا فرحانين فيكم بعد وايضا الاستاذ خليل اسد سلطان وهو امين سر المساعد بنادي الصيد والفروسية ورئيس سباقات الخيل في مهرجان الموروث الشعبي مساك الله بالخير بالصوت مساك يا فيكم وفي قناتكم قناة وبيبنات الكوت واحنا سعيدين مع الاخوان ومعاكم في هذا اللقاء طبعا المكان مكانكم واليوم احنا سعيدين بوجودكم معنا من خلال برنامج السلام يا الكويت وهذا المهرجان اللي اكيد يهم كثير من الشرائح او اذا ما كان جميع اهل الكويت وايضا اهل الخليج قبل لا نلت... نس... نروح لاسئلتنا مع ضيوفنا خلونا نشوف هذا التقرير الصغير ونرجع معكم رجعنا من بعد الفاصل شفنا بعض اللقطات لمهرجان الموروث الشعبي يمكن بدايه ابو عبد المحسن ارحب فيك مره ثانيه واشكرك على روح التعاون اللي موجوده عندك كمسؤول يعني في تواجدك اليوم معانا من خلال برنامج سلام الكويت واسالك بدايه عن الاهداف المرجوه من خلال هذا المهرجان مهرجان الموروث الشعبي لهذه السنه بالذات. بدايه زميلي ابو مندر احب انقل التحيه لكافه مشاهدي هذه القناه الغراء ولكافه العاملين بها من زملاء وزميلات ونمسي بالخير على كافه مشاهدينا. سلام يا كويت. سلام يا شعب الكويت. سلام يا صاحب السمو يا ابو المبادرات يا ابو المكرمات واللي منها هذه المكرمه. سلام يا قائد الانسانيه اللي بالامس يعني اضفت مكرمه جديده في مؤتمر المانحين لإغاثة إخواننا وشعبنا في سوريا. أمانة أن تلك يعني المكرمات وهي ليس بغريبة أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه تجسّدت أيضا أيضا في مكرمة في نسختها الرابعة برعاية سموه لمهرجان الموروث الشعبي بالنسخة الرابعة. لا شك زميلي العزيز أبو بندر أن أحد أهم مقاييس تقدم ورقي الدول. اهتمامها بارثها التاريخي وبموروثها الشعبي. ولعل مكرمه صاحب السمو واهتمام سموه بتلك يعني التظاهره التاريخيه وهذا الارث التاريخي وهذا الموروث الشعبي بشقيه البري والبحري ياتي ليصب في 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 هذه القياسات لتنهض الكويت على مصاف الدول. الرسائل عديده من خلال هذا المهرجان ولعل اهمها التأكيد على أصالة موروثنا لعل أهمها امتداد وتواصل هذا الموروث عبر أجيالنا الجديدة لنعرف بهم نعرف بموروثهم في شقيه البري والبحري أه والإضافات اللي تمت يعني لعل يمكن في هذه الساعة اللي راح نتقابل مع معاك ومع مشاهدي تلفزيون قناة الكوت ومع زملائي الأستاذ خليل عسد والأستاذ حمد الفراج يعني زملائنا في هذا المهرجان اضافات جميله جدا ولعلك تجد يعني ان هذا العام تميز عن سابقه في نسخته الرابعه. نعم اذا اذا نتكلم يعني يمكن هم بعد باخذ معاك ابو فراج الموضوع اهم ما تميز فيه هذا المهرجان في هذه السنه عن السنوات الثلاثه اللي مضت واحنا اليوم قاعدين نعيش النسخه الرابعه لمهرجان الموروث الشعبي. لا شك الموروث الشعبي يتميز في هذه السنه الاستمراريه بحد ذاتها تميز لكونها بعثت اطمأنينة لمحبي الرياضات التراثية والماروث الشعبي أيضا هناك الكثير من الإضافات مثل ما ذكر أبو محسن أبرزها القرية التراثية قرية صباح الأحمد اللي أصبحت الآن مقر دائم للموروث الشعبي فبالتالي هناك اطمأنينة لمحبي ومن تسمي هذه الرياضة أيضا هناك كثير من المسابقات التي تم إضافتها في هذا الموسم القريه احتوت على الكثير من المواصفات مثل بيت العثمان والمتاحف امور كثيره في النسخه الرابعه، النسخه الرابعه ايضا دخلنا في ارقام قياسيه للمره الاولى نصل الى عدد 4051 مشارك مشارك بالاضافه يعني ناهيك عن عدد الخيول في سباقات السرعه وايضا الموروث البحري الموروث البحري 300 طن فبالتالي الاعداد المشاركين اضافه جديده بان هذا الموروث بدا يتعدى المحليه وتعدى الخليجيه واصبح الان محط انظار الوطن العربي الكبير. ما شاء الله طبعا دائما احنا بالكويت امانه من قبل والى اليوم وان شاء الله راح نبقى متميزين بيذن الله. بيذن الله. بكثير من الاشياء تتميز الكويت يعني في اشياء لها طعم حلو لما أيه. تشوفه كثقافه او فن او سباقه الكويت سباقه دائما الكويت من قبل وان شاء الله تبقى سباقه دائما ال... ابو عبد المحسن آه اذا جينا بعد على طاري السباقات تكلم ابو فراج، ابو سلطان وانت مسؤول عن سباقات الخيل، ما اللي زاد في هذه السباقات السنه هذه يعني هل وسمعت ان العنصر النسائي ايضا موجود نعم. آه في هذا الموسم؟ بدايه انا ما اقدر اضيف شيء اخواني الاساتذه ويانا بالاستوديو ولكن باسم الفرسان ومحب الخيل وعلى راسهم الشيخ ضالي الفهد الاحمد رئيس نادي صيد الفروسيه اشكر سيدي صاحب السمو على هالبادره الكريمه وحقيقه في تشجيع أبناءه واصحاب الحلال في هالرياضات رياضات الموروث وكذلك فتحوا الباب لاخواننا من دول مجلس التعاون الخليجي وبالجوائز بهالتكريم ما نقول شكرا يا سيدي على هذه المبادرة الكريمه وعساك ان شاء الله دوم تكون المبادرات الطيبه الكريمه. المبادرات لله الحمد ما تخلص من بعد عندنا، يعني نعم. مبادرة يمكن اخر مبادره قالها بعد ابو عبد نعم. المحسن اعانه الشعب السوري الشقيق بالنكبه اللي عايشها، لكن شو اللي تغير معاكم في سباقات الخيل؟ خصوصا ان النساء بعد السنه هذه نعم. هي ثاني نسخه تشارك فيها النساء بعد عام 2013 اليوم احنا فيها في نعم. طبعا من حيث العدد شاركوا طبعا العام الموروث كان الثالث نعم. عدد الفرسان اقل من هالسنه، السنه الحمد لله زادوا الفارسات وشوف اقبال جيد خاصه ان السباق حيكون بنادي الصيد الفروسيه بالمطمار وهذا بحد ذاته سباق يعني متميز كذلك من ناحيه الجوائز يعني زادوا الجوائز والاهتمام وفتحوا الباب حق فارساتنا الخليجيات وكذلك المقيمات بالاضافه الى الكويتيات طبعا. نعم. وهذا اضافه جيده يعني من من الموروث الثالث زاد العدد عن طبعا زاد العدد والعد ان شاء الله يتسكر الباب عندنا يوم الاربعاء لان السباق سيكون يوم السبت ان شاء الله الصبح الساعه 9 بنادي الصيد الفروسيه. نعم. ايضا عفوا بضيف اذا نعم. سمحتي بضيف على كلام الاستاذ خليل السلطان اللي هو قد ان شاء الله سيكون هناك مهرجان لسباق السرعه سوف يكون يعني موعد لمحبي رياضه السباقات لا. هناك عدد 86 جواد يشاركون في سته اشواط من جميع المناطق فروسيات المناطق الثلاث الاحمدي والفروانيه والجاره وايضا نادي الصيد والفروسية فبالتالي قد يعني سنكون على موعد مع الاثاره والمتعه محبين رياضه السباقات نعم هذا اكيد دعوه حق المحبين آه لمتابعه هذا السباق وايضا يمكن بعد على موضوع الجوائز يمكن راح نيكم بعد شوي آه الظاهر السنه هذه يمكن الجوائز ما شاء الله يمكن نعم. افضل حتى نعم. من السنه اللي فاتت نعم. نعم. ابو آه عبد المحسن اذا نتكلم عن آه قريه صباح الاحمد اول شيء متى بدا العمل فيها واذا نعرف الجهه اللي مشرفه عليها اليوم آه هذا العام وهذه النسخه الرابعه تم اضافه <applause> فلسفه جديده للموروث الشعبي او لمهرجان الموروث الشعبي. نعم. هذه الفلسفه ركيزتها ان الموروث الشعبي ليست سباقات فقط. نعم. يعني الموروث الشعبي له مكنونات عديده لعل يعني من اهم هذه المكنونات الجانب الثقافي والجانب التاريخي. نعم. لاجل ذلك شارك معنا هذا العام بيت العثمان. في نعم. في فعالياتنا في الموروث الشعبي من خلال انشاء مثل ما تقول متحف. متحف كويتي قديم في كل المهن القديمه وبعض الادوات القديمه وبعض يعني يحكي تراث هذا اخذوا جانب من جانب من, القرية من الغرية. اما الغريه يعني اللي اشرف عليها فهم الديوان الاميري امانه ونحن هنا نوجه التحيه لمعالي وزير الديوان الاميري ومعالي نائب وزير الديوان الاميري امانه وكافه القائمين على الاشراف على تلك القريه و من ضمنهم معالي المستشار محمد ضيف الله شرار الذي يتواجد يوميا ويحرص على متابعه تلك الفعاليات اول باول. امانه القريه يعني يمكن الكل يستغرب يعني امانه انا اذكر كنت انا في وزاره الاعلام قبل تقريبا يمكن تسع اشهر خاطبونا الديوان الأميري مع الشيخ علي الجراح خاطبنا ان يعني احنا بصدد انشاء قريه تراثيه هذا قبل تسعة اشهر اي مباني أوه. يعني مخاطب مباني ما مباني نعم فيعني امانه انا شعرت بالفخر وقلت لعل ان شاء الله انه يعني انه انه إن, إن, إن يكون هذا يعني حلم ويتحقق يعني نعم. كنت يعني كنت اعتبر حلم امانه نعم بالمواصفات طبعا احنا وجهات عديده بعدها بثلاث اشهر تقريبا بدا البنيان لك ان تتخيل قريه متكامله بقاعاتها بمبانيها بمضمارها في قلب الصحراء تم إنشاءها في اقل من ست اشهر. ما شاء الله. و و وبجوده وبتنوع وبخدمات متكامله يعني في بكافه الاشياء يعني امانه يعني لا نملك الا ان يعني مره اخرى نحن هاماتنا لسيدي حضره صاحب السمو الذي كان يعني وراء تلك المبادره والمكرمه الجميله يعني تلك القريه الان معادة مع يعني العمليه للسباقات راح تكون مره مثلا بالسنه <applause> هذه القريه وهذه المباني الدائمه راح تؤسس لسباقات، راح تؤسس لمهرجانات تعنى ب يعني هذه القريه راح يستمر مكانها بعد عبد المحسن طول السنه نعم وراح يوضع لها برامج وراح يوضع لها <applause> يعني انشطه يعني ومن <applause> هنا يعني مثل ما قلت لك هذا العام بالذات في فلسفه جديده للموروث الشعبي ما عاد اصبحت ترتكز على السباقات يعني <applause> انا اقول لك يعني شغله جديده يعني افضل كتاب ليتكلم عن موروثنا الشعبي. أوه. هذه اضفناها هذا العام، أفضل مثلا عشر قصائد عن موروثنا الشعبي. البيئه البري البريه والنباتات نعم. البريه ايضا هناك راح يعني يقام مثل يعني مثل محميه بجانب هذه هذه القريه، امانه يعني يعني هذه القريه يعني اصبحت علامه فارقه من العلامات اللي نفتخر فيها بدوله الكويت. يعني ما شاء الله ابو عبد المحسن فعلا لما تكون القريه مستمره طول السنه انا توقعت في الاول لما سمعنا عن موضوع القريه انه ممكن تتم فتره صحيح المهرجان صحيح وبعدها يمكن حتى ممكن تنهدم يعني يكون شيء مؤقت اما استمرارها طول صحيح السنه صحيح راح ينشط اكيد السباقات وايضا يمكن تكون ملتقى للعائلات صحيح وللناس جميعا انه يجون يستانسون ابو فراج بالنسبه لابرز ما تحتوي هذه القريه يمكن تكلم ابو عبد المحسن عن بعض الجزئيات لكن بودنا نتكلم عن ابرز ما تحتوي هذه القريه وهل في نيه عندكم لتوسعه هذه القريه بمثلا اقسام جديده مستقبلا ان شاء الله؟ القريه التراثيه حقيقه مواصفاتها مواصفات ممتازه وهناك تصاميم على شباب تحتوي مثل ما ذكر ابو محسن على كثير من الامور اللي نحتاجها في المسابقات الماروث الشعبي في خيمه كبيره بدون اعمده وهي قاعه لاستخدامها قاعات للجماهير مدرجات ايضا مثل ما ذكر ابو محسن هناك مستوصف دائم مقفر جميع الخدمات اللي نحتاجها في هذه القريه قريه متكامله, متكاملة, متكاملة, متكاملة قرية متكامله, متكاملة, 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 متكاملة مركز, 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 مركز اعلامي قاعه قاعه الاستقبال استديوهات اذاعيه وتلفزيونيه فهي بالفعل قريه متكامله والشيء المميز الفتره الوجيزه التي تم تصميمها فهذه الفتره يعني تعطينا انطباع بان هناك تصميم وعزيمه من ابناء الكويت بان يستمر هذا الموروث الشعبي بالفعل الموروث الشعبي له انعكاسات ايجابيه كثيره يعني برغم اختلاف شرائح اهل الكويت من حضر وباديه إلا ابتعدنا قليلا فتره من الفترات من موروثنا الشعبي الان لو تسال اي يجمع. يجمع. اي طفل لا. من اطفالنا يعرف نوع الذود ويعرف نوع الابل والهجيج و وصيد الاسماك جميع هذه الامور مثل ما ذكر ابو محسن ايضا الشيء جميل واثمن متابعه ابو محسن انا رئيس لجنه الصحافه وعلى استمرار يعطينا تعليماته توجيهاته ركزوا على الجوانب الثقافيه كان يركز على نشر الكتاب اللي يتحدث عن الموروث ايضا على القصائد واجمل قصائد فبالتالي بالاضافه للرياضات التراثيه هناك جوانب اجتماعية وثقافية وهذه القرية في جميع فيها جميع ما نحتاجه حتى يستمر الموروث الشعبي والله قرية يعني حتى الاستديوهات الإذاعية والتلفزيونية أكيد هذا شيء مستحيل تفكر أنه ممكن يخلص بستة أشهر أو خمسة أشهر والجميل أبو بندر أن هذه القرية تحتوي على جميع مكونات أو الكويت من التراث البحري تراث الحضر والبادية وتشوف أسواق لبيع التمور م. كذلك م. في ناس موجودين يعلمون إيش الجو داخل الجو إن حتى الأدوات القديمة المستخدمة بالبيوت حتى تشوف إن بعض الحيوانات الحية بريد. موجودة بريد. هناك وكذلك الشيء المثير إن القرية مبنية من المواد الأساسية الأولية آه. يعني. حتى الشكل يعني الشكل نعم. سلطان شلون على موضوع الجوائز؟ شنو يقولون زايدين ما شاء الله هالسنه خير خير بكرم الصاحب سو ما يقصر أسأل الله يطول بعمره طبعا الجوائز عند اللجنه العليا موزعه احنا كان رئيس لجنه القدر انا منظم ومسجل البطولة نا. اما الجوائز ان شاء الله خير وزايدين بالجوائز نا. السيارات انا ما اقدر الرقم ما اقدر احدد الرقم 760 760 تقريبا 760 سياره نعم ما شاء الله 760 سيارة جميع السباقات جائزة جائزة 760 جائزة السيارات طبعا القدرة النسائية مم. لهم سيارة وسباق الرجال الموروث هم لهم سيارة وطبعا جوائز مادية وما نقول الله يكثر خيرك يا أبونا ووالدنا صاحب السمو اللي يعني ما مو مقصر ويا عياله صحيح. حقيقة أبو أست... عبد المحسن إذا نتكلم عن التحضيرات والاستعدادات لاستقبال حضرة صاحب السمو في القرية قرية صباح الأحمد في الموروث الشعبي شنو الاستعدادات اليوم اللي قاعد تجهزها اللجنة صحيح. المهتمة بهذا بها المهرجان آه الاستعدادات بدأت مبكرا يعني منذ أن يعني علمنا بموعد بدء مهرجان الموروث الشعبي اللي هو انطلق في السادس عشر من يناير آه اللي فات آه شكلت يعني وزارة الإعلام يعني كوكب من العاملين على مستوى قطاع الاذاعه، قطاع التلفزيون، قطاع الاخبار والقطاعات المسانده ايضا. نعم. بالاضافه الى تعاوننا مع القنوات الخاصه وحرصنا ان ولعل وجودنا اليوم في هذه القناه الغراء يعني له يعني اكبر دليل على ان احنا حابين نتعاون مع القنوات لان احنا يعني جناحين لجسد واحد نعم. الاعلام الخاص والاعلام الرسمي ما هو الا يعني يلتقون يعني في, في النهايه في في خط واحد نعم. اللي هو خدمة الكويت يعني وخدمة الكويت يعني تجدها في شتى المجالات أيضا هناك تعليمات مباشرة من معالي وزير الإعلام الشيخ سلمان محمود الصباح وسعادة الأخ صلاح المباركي وكيل وزارة أمانة كافة الزملاء والزميلات العاملين في وزارة الإعلام حتى ينجح هذا المهرجان شكلت لجان عديدة لجان الاستقبال لجان التحضير لجان الرسائل رسائل يومية أنا يعني حتى حتى من ضمن الاشياء اللي تم اضافتها هذا العام برامج المسابقات خرجنا حتى في المجمعات التجاريه برامج مسابقات نسال جيلنا الجديد عن موروثه الشعبي اه هذه من ضمن الفعاليات ضمن تعتبر الفعاليات يعني. اللي اضفناها هذا م. العام حتى نر نرتقي يعني ب ب بانشطتنا لتلامس طموح تذكير تذكير حق, المواطن الاجيال يعني مجرد ناس تطلع بالكاميرا بالأسواق والمولات وجمعات تلتقي الشباب والبنات والاولاد فتسالهم اسئله بسيطه جدا لكن الهدف منها تعريف بهذا الموروث امانه هناك يعني يعني استعدادات وتحضيرات قائمه على قدم وساق سواء على مستوى الفرق الشعبيه نعم. ما الشعبيه سواء بجانبها البري او بجانبها البحري يعني هناك يعني امانه يعني خليه نحل في هذا الغر يعني لاستقبال صاحب المبادره صاحب السمو حفظ الله ورعاه نعم احنا دائما نقول اللي ماله اول ماله تالي وهذا اكيد موروثنا الشعبي احنا مستمرين معاكم لكن عندنا فاصل وبعد الفاصل نتواصل مع ضيوفنا رجعنا معاكم مشاهدينا من بعد الفاصل ابو فراج يمكن اذا نتكلم وانت رئيس اللجنه الاعلاميه في هذا المهرجان عن موضوع التغطيه الاعلاميه اللي موجوده اليوم يمكن التغطيه المحليه ما نقول انها مقصره بالعكس يعني ما شاء الله مكفين وموفين لكن مهرجان حتى مشاركين في دول الخليج شو نشوف التغطيه الاعلاميه محليا وحتى على المحيط الخليجي. لا الشعبي وفي نسخته الرابعه يعني له أصداء واسعة في منطقة الخليج وحتى في منطقة الوطن العربي والإعلام مركز تركيز كبير على هذا هذا الملتقى التراثي الخليجي بالنسبة للصحافة وأنا رئيس لجنة الصحافة كلفنا أبو محسن بتعليماته المستمرة خلال فعاليات الموروث هناك تغطية صحفية ورسالة يومية مستمرة في جميع الصحف المحلية. فبالتالي التغطية في الصحف المحلية تغطية مميزة حقيقة هناك تعاون كبير من الصحف المحلية مهما تكون رسالتك مميزة إذا لم يكن تعاون من الصحف المحلية لا شك أن الرسالة لن تكون في المستوى. أيضا القنوات الفضائية ومنها قناتكم وأنتم حقيقة دعوتكم دعوة كريمة. ولبنا هذه الدعوة لكونكم حريصين على إبراز فعاليات الموروث الشعبي في نسخة الرابعة لا شك الموروث الشعبي جميع الكويتيين وليس الإعلاميين فقط يحرصون على نجاحه لكونه يحمل اسم صاحب السمو أمير البلاد المفدى ومكرمة أميرية في بداية فكرة هذا الموروث اعتقد البعض أن هذا الموروث لفترة موسم وكان هناك مناشدات من أصحاب الحلال والابل ان يستمر نعم. ولكن بعد ما لمس صاحب السمو عشق اهل الكويت واهل الخليج لهذا الموروث ابى ان يستمر فبالتالي يجب ان يكون الاعلام سواء في الصحف او المرئة او المسموع القنوات الفضائيه الخاصه القطاع الحكومي يجب ان تظافر الجهود من اجل انجاح حتى حتى الاعلام الاجنبي ابو لاحظت أن الاعلام الاجنبي كان موجود بعد هناك نعم صحيح وحتى موسوعه جينيس يعني آآ الان مشكلين وفد حتى يوثقون بان الكويت في الماروث الشعبي في نسخته الرابعه سوف يدخل رقم قياسي كان 1200 الرقم القياسي في مشاركه الابل والكويت تخطت هذا الرقم فبالتالي اذا موسوعه جنس مهتمه في الماروث الشعبي وسائل الصحف ايضا لدينا الصحف باللغه الانجليزيه فبالتالي وسائل الاعلام في جميع الوسائل الاعلام في الخليج وايضا الوسائل الاجنبيه مهتمه في هذا الموروث الشعبي والفعاليات وسوف تستمر ان شاء الله خلال الفتره المتبقيه الموروث الشعبي انطلق مثل ما ذكرت بتاريخ 16 يناير وسوف الجاري وسوف يستمر ان شاء الله الى 25 فبراير. امانه جهد كبير وواضح تستحقون الثناء عليه وتستحقون ايضا ان احنا نشيد بهذا الجهد الكبير اللي قاعد تأدونه ابو سلطان كنا اليوم كان في سباق الخيل ولا؟ لا ان شاء الله يوم السبت يبدا سباقنا الموروث طبعا غدا يوم كنا يبدأ... في فعاليه كان عندكم احنا بالنسبه للخيل باكر يبدا في... طبعا السباق اليوم الموجود سباق خاص عادي خاص بالنادي خاص بالنادي خاص, خاص بالنادي. بالنادي. إيه هذا اللي شبكنا فيه انا وياك نعم بس. ليه. بس ان شاء الله غدا <applause> السبت يبدا الموروث نعم الغدا غدا ان شاء الله سباق الموروث للخيل السرعه المناطق إن شاء الله ست اشواط وحضور وجهاء واصحاب الخيل والناس بكم ان شاء الله في هذا السباق راح يبدا السباق عندنا من الساعه ان شاء الله يمكن من الساعه اثنتين راح يعني يبدا السباق في مضمار نادي صيد بروسيا. كم سباق تقريبا؟ ست اشواط. خلال, خلال كل الموسم الموسم الموضوع. 19 سباق 19 نعم كل منطقه ست اشواط ست اشواط زين عفوا اربع اشواط في كل اسبوع ست اشواط، الاسبوع الاخير سبع اشواط. زاد ابو سلطان عن الموسم طبعًا اللي طبعا زاد سباق الثنايا وسباق النتاج المحلي وسباق الخيول العربيه. يكون سباق مفتوح. سباق مفتوح. نعم. هذا الكل يقدر يشارك. الكل يقدر يشارك كل المناطق. رجال ونساء وايضا حتى يمكن من جميع الجنسيات. طال عمرك سباق الر... السرعه ما في رجال ونساء هو كل الريسنج يعني آه. جوكيه ال... بس من الملاك اي واحد يقدر يشارك. نعم. أبو عبد المحسن اذا نتكلم يمكن هم بعد ناخذ موضوع الموروث البحري وهم بعد له فعاليات شنو ابرز الفعاليات اللي ممكن تكون اليوم في في الموروث البحري الكويتي؟ لا شك ان مثل ما قلنا في بدايه هذه الحلقه ان الموروث ينطلق بجناحين بري وبحري نعم. وكلهم يتالفون يصبوا في الموروث الشعبي ككل يشكلون لوحه الموروث الشعبي نعم. آه واسمح لي يعني ما دام احنا تكلمنا عن الموروث البحري اسمح لي اوجه تحيه للشيخ سالم النواف الاحمد الجابر الصباح رئيس الموروث البحري وكافه اعضاء الفرق العامله معه سواء في دوانية الصيادين بالفنطاس او بالوطيه او بالسالميه امانه جهود كبيره يبذلونها حتى يعني يبرزون هذا الموروث البحري في حلته التي تليق به امانه هناك سباقات سوف تبدا يوم السبت لاولى انطلاقه سباقات الموروث البحري عباره عن صيد السمك واكثر كميه والى اخره، ايضا هناك انشطه راح تواكب هذه السباقات كما اقمنا انشطه في موروثنا البري في منطقه السالمي، ايضا هناك فرق بحريه والى اخره تحيي مكونات مثل ما قلنا هناك هذا العام فلسفه جديده نعم. للموروث البحري، لن تقتصر فقط على السباقات، لكن ايضا يعني احياء الموروث البحري حتى بفنونه بادواته ب فان شاء الله يعني بس هل ممكن يعانون من شغله بالمشكله يعني مثلا مشكله الجو؟ الجو حاسبين حساب يعني هذه السنه الرابعه نعم. اللي غمنا فيها فهم ايضا مكيفين نفسهم اليوم اللي فيه يعني يكون يعني الجو ما يعني ما يخدمهم او ما يمكن يطلعون بال بال بالسفن مالتهم او يعني اساس يمارسون نشاطهم ياجلون اليوم ثاني اصلا يعني متعودين على الجو وهالبحر ترى مويه الجو يعني ما شاء الله يعني يعني على قولتها وبندر <applause> <applause> يعني اليوم التقيت انا مع الشيخ سالم نواف أحمد والمسيه بالخير نعم. وكان تطرق للنقطه ويعني جميع الامور في عين الاعتبار من يعني بالحرف الواحد قال من المفترض ان تنطلق فعالياتنا يوم السبت ولكن يوم الاربعاء يعني بعد بكره راح يشوفون حاله الطقس اذا نعم. الطقس صفو والطقس صافي نعم سوف ينطلق في الفنطاس المسابقات سوف تكون على يعني ثلاث دواوين فنطاس والبطية وأيضا السالمية والمشاركين وصلوا كل كل دوانية مئة طراد وهو عدد أيضا عدد في تزايد في النسخة الحالية استحدثوا أيضا مسابقة اللي سموها مسابقة دانه سمو الأمير راح يستخرجون يصفون عشرة من كل دوانية ومن ثم يسوون مسابقة وهي مسابقة جديدة سميت دانة سمو الأمير أيضا شنو المسابقة اللي تكلمنا عنها بس هو المسابقة هي أن يتم اختيار عشرة من كل دوانية من النخبة النخبة, وجائزتهم هي دانة سمو الأمير أيضا الجميل في الأمر عشان يتعلق الأنشطة والمسابقات البحرية هه. في الموروث الشعبي ما يسمحون في الصيد الا عن طريق الخيط اللي هي الطريقه التقليديه. القديمه. 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 على اساس تعلم الجيل الجديد شلون كانوا ابائنا واجدادنا في مصدر رزقهم في صيد السمك وايضا هناك افكار وجدنا عندهم افكار كثيره في الجماعه في الماروث لجنه الماروث البحري يفكرون يزودون من المسابقات في. المواسم المقبله ان شاء الله. نعم ان شاء الله باذن الله ابو سلطان يمكن اذا نتكلم عن موضوع التحكيم وهذه نعم. معاناه يعاني منها يعني الكثيرين في جميع الرياضات يمكن مو نعم. بس عندنا. نعم. لكن يمكن الحين بنتكلم بعد شوي عن موضوع المزاين لكن نبي موضوع سباقات الفروسيه شلون نعم. لجان التحكيم هل هي من عندكم من آه نادي الفروسيه؟ نعم طبعا احنا السباق باشراف نادي الصيد الفروسيه آه شكلنا لجان لجان التسجيل لجان تحكيم المسار <applause> لجان طبعا لجنه البيطره الفحص الخيل هذه اللجان كلها تتشكل مع بعض لاخراج هذه البطوله يعني ببطوله تكون ناجحه وبسير السباق نعم. اشراف كذلك على النتائج وعلى نعم. التحكيم الجيد لها البطوله نحن نعم. احنا في لجان تحكيم آه نختارهم من الف آه من ذوي الخبره ان يشرفون على هذا السباق وكلهم يعني ناس ثقه وبالتالي الفروسيه كلهم بينهم بين بعض محبه وكلهم ثقه ببعض وان شاء الله ماكو احد ما يخطب بس ولكن احنا نسعى وان شاء الله نكون جاهدين ان نطلع النتائج اللي يرضى الجميع واللي والنتائج الحقيقيه. احنا نقول ابي اضيف على اخوي نعم. ابو السلطان بالنسبه للجان هي لجان نادي الصيد والفروسيه هي لجان <applause> فنيه عامله مستمره. ولكن بالنسبه لفروسيات المناطق لجنه المعتمدين ارتأت يعني ارتأى مجلس نادي الصيد والفروسيه بان لجنه المعتمدين لكل فروسيه على حده سوف هي اللي تقوم بالاشراف وتحكيم فروسيتها ولكن الشوط الخاص اي نعم الشوط الخاص في الفروسيات دا. المناطق الكون لدينا اربع سباقات لكل منطقة من المناطق في الأحمدي والجهرة والفرانية فبالتالي كل فروسية من الفروسيات لها لجنة المعتمدين بالإضافة للجان الموجودة اللي هي اللجان اللي العليا نعم اللجان العليا مثل ما اللي الفروس الفروس الحباط الحباط وما شابه ذلك احنا يمكن تكلمنا كذي لأن حتى في موضوع سباق المزاين وكذي ممكن أنه في ناس ما تقبل يعني يقول لك مثلا والله انا اللي الحق اني افوز، اذا إيه. عندك فيها تعليق هذه اي والله عندي تعليق بالنسبه, بالنسبة للجان بالنسبة. التحكيم فيما يتعلق بال الموروث البري بالذات في بداية افتتاح المهرجان في 16 يناير أقسم جميع الحكام قسم يمين أن يعني إنه يعني يراعون الله ويرعون يراعون ضمير وأن يحكموا بالعدل ولا يعني يميلوا لا يمين ولا يسار وهو قسم لو تعلمون عظيم وهذا القسم من المزيد من الشفافية كان أمام أعضاء اللجنة العليا وانا هني امانه امسي بالخير على الشيخ صباح فهد الناصر رئيس اللجنه العليا لمهرجان الموروث الشعبي وايضا رئيس لجان التحكيم. نعم. آه هذا واحد ايضا اعضاء لجنه التحكيم هم يعني من خيره الناس يتمتعون بالخبره كل في مجاله سواء في الشاميات او الصقور او ال او الابل بكافه الوانها واشكالها يعني و... منقينهم اي والله منقين بالخبره اضف على ذلك المزيد من الشفافيه وكان امام الناس وامام الجمهور اقسموا على القران الكريم م. انهم يعني انه يعني يكونون يعني يراعون الله في تحكيمهم او في النتائج التي سوف تعلم نعم ابو عبد المحسن اعتقد في بعد مسابقه شعريه من ضمن صحيح. الرجال مروت الشعر صح أه يعني بالتعاون يعني مع ديوانيه شعراء النبط ايضا هناك مسابقه لافضل عشر قصائد تتكلم عن الموروث أنواع الموروث يعني يعني تلهب الهمم للتشجيع على هذا الموروث وسيتم تكريم أفضل عشر شعراء وسيتم اختيار أفضل ثلاث قصائد من تلك القصائد العشر يتم إلقاها على صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه في يوم أثناء خطورة. تشريفه نعم. لمهرجان الموروث الشعبي. نعم. هذه أيضاً حبيت أضيف أبو بندر إنه بالنسبة لجان تحكيم الفروسية. احنا نحرص ان ننقي الاخوان المحكمين إن من الاخوان اللي ما عنده خيل يركض ولا عنده هم. ابن او بنت إنها تركض. وهذا ترى نفس الشيء ينطبق على نعم على اللجان نفس الطريقه يعني ما, ما عنده حلال ما عنده مثل ما تفضل اخوي عبد المحسن ما عنده اي حلال انه على انه لا يقولون ان الاخ ما بعد ولكن الحمد لله اللجان يعني كلهم احنا كلهم ثقه وان شاء الله والامور سهالات خاصه في روسيا الامور واضحه يعني الطبيعي ما في اي مجال هذه يمكن الشروط نفس شروط الشركات لما يسوون سحب على سيارات ايه ولا شيء يقول ايه ما يكون احد من الدرجه ايه الاولى صحيح وايضا وايضا الشروط المسابقات هي في هناك نموذج يتم توقيعه قبل ايه المشاركه ايه بان القرارات ملزمه ولا هنا يعني ما في طعن من اي مشارك وانه يقبل بالنتيجه وايضا مثل ما ذكر يعني جميع الحكام ليس لهم يعني ابل او اي طرف في المسابقات او اقرباء من الدرجه الاولى في هذه المسابقات وايضا يعني الماروث الشعبي ليس للربح والخساره وانما لتعزيز اواصل ولحمه الكويتيين وتلاحمهم والمعنى اسمى من حقيقه من الربح والخساره يمكن احنا تكلمنا بفراج عن كثير من موضوع المشاركين لكن نبي الجمهور شلون الحضور الجمهور و الناس العامة بالقرية هناك حسب ما تشوف وفي جوائز راح تكون حق الجمهور يعني راح يحوشهم شيء بعد صحيح هناك سحب وهناك جوائز هناك فقرات ترويحية جميع ما يعني يجذب هذه الجماهير وهي من خلال برنامجك سلام يا كويت نوجه الدعوة للعائلات الكويتية استمتاع حقيقة جو الطقس ما شاء الله تبارك الرحمن في الفترة الحالية الطقس ولا أروع ايضا اجواء اسريه فبالتالي الجماهير يعني اوريدي الجماهير هم يعني حضورهم مقبالهم كثيف واتوقع انه في ازدياد في الفتره المقبله يكون حاليا يعني في فتره امتحانات ولكن نعم. ممكن ممكن ايه ايه لا يزال الاقبال بعد الامتحانات راح يتعبى البرطره اسمح لي نعم. بالزميل ابو بندر نعم. فيما يتعلق بالعوال والأخري من ضمن الاضافات الجميله اللي تم اضافتها هذا العام فيما يتعلق بمهرجان الموروث الشعبي تم هالمره التوجه نحو دعوه العوائل للمشاركه في يعني كافه انواع المهرجان وتم تخصيص باصات لنقل الجمهور من مقر بيت العثمان في منطقه حولي في ايام العطل اللي باصات تتواجد هناك بصفه مستمره ويوميه لنقل الجمهور ايضا تم تقديم كافه الخدمات ومن ضمنها الالعاب وما ايضا وجبات الغداء، وجبات العشاء، حتى وجبات الافطار. فكرة رائعة هذه حتى وجبات الافطار لم مسل. نغفلها ليش ما تطبق على كل المحافظات؟ ايه. ليش ما نحط مثلا بالجهره نقطة، بالاحمد يعني تدري احنا يعني هذه كبداية ولكن إن شاء الله يعني في في, في يعني في قادم الأيام يعني ليش لا يعني؟ أما أيضا فكرة جميلة وطيبة وحتى يمكن ندعو الجمعيات أنا بعد أيضا الجمعيات التعاونية نعم. تشارك أيضا بأنها ترصد يعني بعض المساهمات في هذه وهناك جوائز جواز عديدة راح تقدم لمرتادي مهرجان الموروث الشعبي في بالعكس هذا يعني يقول لك صعد الباص ورايح ومعطينك وجبتك ومعطينك يعني جائزتك هديتك مستانس صاحب <applause> <لطارك ده>. آه. <تصفيق> 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 زين حياهم الله يستاهلون ترى اهل الكويت امانه هذه مكرمه صاحب السمو يعني تجاه يعني نعم ابو عبد المحسن يمكن في هالدقائق الاخيره اذا في من كلمه تقولها وايضا هم بعد اذا في اضافات في المستقبل لهذا المهرجان حاب انك تذكرها من بعد حق مشاهدينا. مثل ما قلت لك المتابع للمهرجان من نسخته الاولى حتى نسختها الرابعه يشوف التطور وال سواء من حيث الكيف او من حيث النوع. نعم. يمكن بالنسخه الخامسه يمكن راح نضيف الالعاب الشعبيه. ما وهذا يعني شيء جميل جدا انه ايضا نذكر الجيل الجديد بالالعاب الشعبيه اللي كان يمارسها اهل الكويت قديما اطفال الكويت قديما نعم. وبين الفرجان وبين الساحات الموجودة إحنا أمانة يعني من خلال قناتكم قناة الكوت الفضائية واللي نجدد أمانة لها الشكر لكل فرد قائم على تلك القناة الغرة اه راح راح توجه دعوة يوم الجمعة القادم للإعلاميين والصحفيين والدعوة لكم ايضا والله لزياره مقر صراحة. الموروث البحري نعم. وهناك حفل غداء بالاضافه الى جوانب ترفيهيه وزياره ميدانيه لمقر الموروث الشعبي ايضا حتى يعني اخترنا يوم الجمعه اللي حتى نقول لهم ترى الصلاه راح تكون صلاه الجمعه في مقر في مسجد الموروث نعم. الشعبي نعم. في مقر راح تخصص باصات واجازه و... اي والله راح تخصص يعني. باصات و... في امام مقر جمعيه الصحفيين نعم. وامام مقر وزاره الاعلام لزملائنا الاعلاميين والصحفيين ونقول لهم حياكم الله لهذه القريه قريه صباح الاحمد التراثيه. الله يحييك ابو المحسن بالعكس نتشرف بهذه الدعوه وان شاء الله باذن الله نلبيها ونكون يوم الجمعه متواجدين عندكم ابو فراج اذا من كلمه اخيره تقولها. كلمة من ثمن ثم المكرمه الأمير من صاحب السمو حفظ الله ورعاه. اللي بالفعل أرسمت البسمه والبهجه على وجيه اهل الكويت واهل الكويت يحتاجون هذه البسمه. نتمنى ان تكون ايامنا كلها احتفالات حقيقه ملتقى تراثي التراثي آه خليجي اهل الخليج الان مح الكويت محط انظار لهم فمثل ما ذكر ابو محسن آه نوجه الدعوه للجماهير يعني مثل هذه المكرمه ومثل هذه الاحتفاليه استمتعوا فيها فبالتالي حياكم الله في القريه التراثيه. الله يحييك يا ابو فراج ابو سلطان. حبيب بندر احنا طبعا نشكر قناتكم قناه الكوت على هالدعوه الكريمه ونتمنى ان تتغطون بطولاتنا. ما آه ان شاء الله يوم السبت السباق النسائي كذلك ودي انا احمل لنا رسالة الكويت حملوني رساله بما ادري انه قناه الكوت إن فرسان القفز يتمنون تكون لهم بطوله. نعم. آه طبعا ان شاء الله بكره من صاحب السمو وهو مو بعيد علينا. وكل الشكر لقناتكم وسيدي صاحب سمو طبعا على راس هذا الشكر اللي فتح هالمجال والتنافس النسخه الرابعه لفرسان الكويت وعياله وفرسان الخليج انهم لان الموروث هذا التقابل بين الفرسان فرسان الكويت وفرسان الخليج وهذه بحد ذاتها لحمه بين دول مجلس التعاون نعم كل شكر انا اشكركم يعني في نهايه هذا اللقاء ابو عبد المحسن وابو سلطان ابو فراج على تواجدكم اليوم وعلى هذا الوقت الثمين اللي اخذناه منكم ونتمنى ان شاء الله يا رب العالمين يتم نجاح هذا المهرجان اللي يتواصل من سنه الى سنه ونشوف هذا المجهود الكبير اللي قاعد تقومون فيه ان شاء الله ما يروح بلاش بالعكس قاعد يجني ثماره سنه عن سنه واليوم القريه التراثيه وهذا التواصل اللي راح تكون موجوده عليه اكيد هذا عنوان لهذا النجاح اللي استمر ثلاث سنوات وباذن الله راح يستمر السنوات القادمه كل الشكر لضيوفي عندنا فقره ثانيه لكن بعد هذا الفاصل خليكم معنا. انطلقت الاسبوع الماضي في روضه الارجوان التابعه لمنطقه الاحمدي التعليميه فعاليه دوري المناظرات التربويه الاول في الكويت تحت رعايه مدير منطقه الاحمدي التعليميه الاستاذه منى الصلال وبحضور مراقب رياض الاطفال لمنطقه الاحمدي التعليميه الاستاذه فريد الفريح. هذه فكره جديده ما سبق ان تم العمل فيها بالكويت وهو مشروع رائع يشكر عليه كل من ساهم فيه. يتم من خلاله تحقيق اهداف تربويه ساميه، راح نلقي الضوء عليها ان شاء الله الليله في فقرتنا الثانيه من هذه الحلقه مع الاستاذ وليد خالد الاجباري وهو المنسق العام لدوري المناظرات مساك الله بالخير. مساك الله حياكم الله وايضا الاستاذ ناصر النعمه وهو رئيس لجنه التحكيم بدوري المناظرات مساك الله بالخير مساك الله بالخير حياك الله. قبل لا نبدا حوارنا ايضا مع ضيوفنا عندنا تقرير صغير ومن بعده نرجع نتواصل. تطوير اساليب التعليم والارتقاء بالمستوى الثقافي للمعلم وتنميه قدراته الذاتيه واستثمارها فيما يخدم العمليه التربويه والتعليميه. انطلقنا بدور المناظرات التربويه للمديرات والمعلمات في مرحله رياض الاطفال والذي يهدف الى ترسيخ ثقافه الحوار الهادئ والبناء المبني على الحجه والبرهان الذي يتيح المعرفه ويفسح المجال للاختلاف والتنوع المطري بلا شك اننا كمجتمع نحتاج ان نطور ونرقي لغة الحوار واحد الأساليب الممكن يعني تبنيها وتنفيذها في ميداننا التربوي عن طريق مثلا هذا الدوري ونتأمل بحول الله وقوته أن نعمل على تعميمه في كل مدارس الكويت وكل مراحلها السياسيه تناولت الجانب السياسي والجانب الاقتصادي والجانب الثقافي، لكن احنا حاليا في الدوري هذا راح نتناول جانب واحد فقط اللي هو التربوي والتعليمي ولا يسمح بغير هالجوانب هذه. في حاله في حال عقد مناظره وتطرق احد المتحدثين من اي الفرق الى موضوع جانب سياسي راح تتعامل معاه بشكل مباشر لجنه التحكيم في اعلان خساره هذا الفريق. رجعنا مشاهدينا بعد ما شفنا هذا التقرير الصغير عن سباق ودوري المناظرات في وزاره التربيه استاذ وليد اذا ابدا معك بدايه يمكن في اكيد مشاهدين ما يعرفون او ما عندهم خبره في موضوع المناظرات اذا نتكلم عن موضوع ما هي المناظرات بشكل مختصر وصغير. اولا احب اشكركم على الاستضافه الطيبه ومسي عليكم بالخير وعلى مشاهدينا الكرام. المناظرة هي موضوع او قضية معينة يكون في عليها اختلاف معين نعم. نختارها تكون مناظرة تربوية تختص بالشان التربوي والتعليمي نعم يكون لها فريقين طبعا عبارة عن فريق موالي لهذه القضية وفريق نعم. معارض للقضية هذه يتم كل فريق فيهم يقوم يعرض فيه حججه بحيث انه يقوي ويدعم فيه موقفه وبالاخير يكون النتيجة النهائية والحكم النهائي للجنة تحكي. نعم وبداية اذا نتكلم بعد عن فكرة انشاء هذه المسابقه، شلون تمخمخت هالفكره؟ شلون صارت هالفكره بالذات انها اول مره تصير على مستوى وزاره التربيه؟ نعم منو اول شيء اللي طرح الفكره؟ اولا حاجة. بس بتعديل بسيط في خصوص وزاره التربيه هي اول مره تصير في التعليم العام، هو نعم. بالبدايه قامت فيها جامعه الكويت، التعليم العالي اختصوا أوه. فيها، بدت فكره المناظرات هي في اوروبا، قامت دوله قطر استضافت هذا البرنامج وطرحت تجربة في دوله قطر ونجح ولغى نجاح كبير فبعدها انتقلوا فيه من الجامعات الى المدارس واسسوا مركز مناظرات قطر اللي هو يعمل على نشر هذه الثقافه في جميع الدول العربيه ومنها الدول الخليجيه طبعا فانتبهنا ان المناظرات تقريبا طبقت في التعليم العالي ومجال التعليم العام ما طبقت فيه مع العلم ان في بعض الدول العربيه والدول الخليجيه طبقوا في التعليم العام زين امانه هي الفكره كانت بدايه انطلقت من الاستاذه فريده الفريح مراقبه رياض الاطفال هي اللي طلعت بالفكره وصلت لي استاذه فريده في ان طلبت مني كوني يعني انا مختص في هذا المجال ان نبدا في تطبيق الفكره نعم. فرجعنا الى مدير منطقه الاحمدي التعليمية،, التعليميه أستاذة منى الصلال الله يمسيها بالخير لقينا سبحان الله فعلا اذا عندك مدراء مبدعين راح تقدر تلقى كل شيء في سهوله شلون لقينا ان مدير منطقه الاحمدي تقريبا سابقنا في فكره مقايره نفس الفكره لكن تتناول جانب ثاني ولكن الهدف واحد شلون كانوا قاعد يجهزون حق لقيت الاستاذه منى قاعده تجهز المجالس الطلابيه فكره مه. المجالس الطلابيه وتدريب الطلبه مزيح. والفكره تقريبا سابقتنا فيها ولكن ما كانت يعني تقريبا مناظرات ولكن الفكره واحده هي المناظرات يعني اعداد متحدثين حلو. ايه بنفس الوقت قاعد تحاول تعد متحدثين من الطلبه حق الطلبه تتسوي. حق الطلبه واحنا جينا بالفكره حق المعلمين فسبحان الله قمنا وتبادلنا الافكار مع بعض كلنا اشتغلنا في جروب عمل واحد باشراف الاستاذه من الصلال وابتدينا في الانطلاق الدوري حلو آه يعني بالعكس وايد حلو ان حتى كمديره لمنطقه الاحمدي عندها افكار وقاعده تفكر بشيء ممكن تسويه حق الطلبه او حتى حق المعلمين هذا تلاقي الافكار وايد حلوه استاذ وليد لكن اذا تكلم معك استاذ ناصر عن الموضوع وانت رئيس احدى لجان التحكيم في هذا الدوري شلون اول شيء كانت المستويات من اول البدايه الى اليوم هل تحس ان المستويات عاليه ترضي الطموح بداية نشكر قناة الكوت على هذه الاستضافة وهم دائما سباقين في دعم العملية التعليمية في دولة الكويت اشكرك انت بالذات ابو بندر على هذه هذا الاستقبال طول عمرك لا بالعكس مكانكم احنا قبل لا نتكلم عن هذه الامور كلها نتكلم عن الاهداف اللي راح توصلنا او احنا شنو نبي نوصل له احنا نبي نخلي لغه الحوار الهادف والبناء على في مستوى في المستوى في الهيئه التعليميه بدايه وعلى المستوى الطلابي مثل ما وضح اخوي وليد في المرحله القادمه فاذا احنا نبي نعد متناظرين ومحكمين و... و ومتدربين او مدربين قادرين على تهيئه هذه الاجواء. ابتسمت لما قلت لك على موضوع المستوى يعني مستويات لا مستوى الحين بعد الورش العمل اللي احنا عملناها 11 ورشه زين ابداع احنا تفاجانا كلجنه تحكيم عن المستويات اللي موجوده في 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 ال في, ال في مرحله رياض الاطفال لان احنا بدينا في مرحله رياض الاطفال. وقبل الورش شلون كان احنا ما احنا ما جربناهم قبل الورش، احنا بدينا معاهم بالورش. اه يعني على طول ورشه واشتغلت ورش اي اشتغلنا على طول ورش والحين جايت لنا التصفيات زي. النهائيه القادم القادمه اللي راح تكون اخر الشهر ان شاء الله. شنو شنو المصاعب وليد اللي واجهتكم يعني في بدايه تطبيق هذا المشروع وانتم حاطينه ببالكم لما عقب ما قلت قدمتوه حق استاذة مديره اولا احنا المصاعب اللي اللي واجهتنا كونها فكره جديده. <applause> ما في وعي كامل للقضيه سواء من المعلمات او المديرات. فمرحله التهيئ والتدريب هذه كانت اكبر صعوبه لنا مرحله تهيئ المتناظرين والمتدربين. لكن التكاتف اللي كان موجود في المجلس الاعلى للمناظرات وهو اللي مجلس الاعلى للمناظرات اولا احب انوه انه تكون في موافقه <applause> الاستاذه منى الصلال يتكون من رئيس مجلس الاعلى من مناظرات الاستاذه فريده الفريح وال... وانا اكون المنسق العام نعم. ورئيس لجان التحكيم بشكل عام الدكتور محمد الشريكه ومعانا رئيس اللجنه التنظيميه الاستاذه مها الشمري مديره روضه الأرجوان فالتكاتف اللي كان بيننا خفف الحمل. خفف الحمل خصوصا ان احنا عندنا ورشات تدريبيه وتوزيع الورشات التدريبيه وتاهيل متناظرين وفكره جديده اول مره تطبق. نعم. فهذه كانت بحد ذاتها اكبر صعوبه قدامنا تسع ورشات يمكن في صارت في فتره اللي آه، الاسبوعين اللي فاتوا؟ الاسبوعين اللي فاتوا حاليا الاجمالي 11 ورشه زين اي حاليا تجاوزنا ما يقارب ست ورشات او ما سبعه ما هذه يعني تقريبا خلصتوا النص؟ تقريبا تجاوزنا النص والفتره اللي راح تكملون فيها؟ راح نكمل فيها النص وراح نبدا ان شاء الله النهائي من تاريخ 28 تصفيات النهائي 28 29 والختامي يوم 30 ان شاء الله الاعلان الفائز بالدوري نعم اكيد في اليه أه يعني استاذ ناصر لاختيار المتناظرين اللي داشين معاكم في هذه نسميها مسابقه دوري, 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 دوري في هذا الدوري شنو الاليه اللي تم على اساسها اختيار المتناظرين اللي مشاركين معاكم اليوم عندنا اختي يعني انا راح اتكلم عن لجنه التحكيم لاني انا رئيس لجنه التحكيم هناك نعم. اليه احنا تبعناها بحيث ان احنا يكون كل مدراء رياض الاطفال هم لجنه تحكيم وبالتالي بس انا للتوضيح انت رئيس احدى لجان التحكيم احدى لجان التحكيم يعني انت لجان اي, إي, إي, إي. ويراسنا دكتور محمد شريك نعم اي فانا انا مختص بلجنه التحكيم كرئيس كوني رئيس لجنه التحكيم نعم فاخترنا يكونون رؤساء لجان التحكيم يكونون مدراء مرحله رياض الاطفال يكونون هم اللي موجودين معنا في لجان التحكيم زائد انا راح اجي لك بعدين بجمعيه الشفافيه ايضا نعم. هي راح تكون ايضا تقيم دورنا احنا كلجان تحكيم يعني ما ما في مجال للخطا في عمليه التحكيم بين المتناظرات اللي موجوده يعني اشتركتوا جمعيه الشفافيه معاكم من خلال هذا الدوري بالضبط بالضبط, بالضبط. ليش من اللي طلب؟ هل انتم من نفسكم بادرتوا بهالشيء يعني عشان تقطعون الشك باليقين بالضبط ولا؟ بالضبط لان هي إيه انت عارف شنو صعوبتها يعني وبعدين احنا الحمد لله احنا اخترنا جمعيه الشفافيه لاسباب مم. ليش؟ شنو الاسباب؟ لان شفنا معلمات احنا 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 تفاجانا بالمستوى اللي موجود بالمعلمات زين من, أي من بالمستوى الحجه والبرهان والادله وال... يعني انت شا عارف الطريقه شلون راح تكون؟ تكون موالي ومعارض لقضيه زين يجيك الموالي ويطرح قضيه يجيك المعارض بحجج وبراهين وادله ودراسات وانترنت وجايب لك مصادر ومراجع ينفي ما قال ويطلع لك المعارض اليه جدا قويه مناظره زي. تكون شيقه للجمهور اللي قاعد يسمع بحيث انه يعني ما ابالغ لك احنا كلجنه تحكيم ساعات نوقف نصفق حق هذه بورش العمل زي. طبعا بعدين كلجنه تحكيم ما نقدر نسوي هذا الشيء لاني انا محايد المفروض حلو فالحين في المستويات نوقف نصفق حق الابلات اللي موجودين وقاعد يقدمون آه يعني اهداف رائعه يعني هذا من قوة المشاركين قوة اللي موجودين معاكم في هذا الدوري. قوة والمناظرات اللي موجودين في الدوري. زي. أستاذ وليد نتكلم عن عدد المشاركين في هذه المناظرات، كم وصل العدد بداية؟ أولاً أنه المشاركين قبل أن ننتقل للعدد أحب أنبه في أضيف لأخوي ناصر بخصوص جمعية الشفافية. زي. موجهة تحية التحية للأستاذ صلاح الغزالي مدير الجمعية على تعاونه. هو احنا كبداية انطلاق دوري وإن شاء الله مو آخر دوري، أول بدايتنا. نعم. عشان يكون ناجح كل عمل يكون ناجح لازم يكون يتمتع بالمصداقيه صح فعمل نفس هذا آه لازم يكون شفاف للاخر يعني ما آه خصوصا تقييم هذه تعتبر تحت بند مساله الامانه العلميه نعم. فحاليا احنا بما ان عندنا مدراء من رياض الاطفال والفرق المشاركه رياض الاطفال نعم. فاحنا عمليه اشراف جمعيه شفافية على الجانب التحكيم عشان نمنع نقول آه تعاطف بعض لجان التحكيم مع بعض الرياضات او بعض الروضات فلجانا الى جمعيه شفافيلة رحبوا بالفكره وتعاونوا معنا على طول. بالنسبه للفرق المشاركه احنا عندنا 39 رياض. في رياض اللي هو ترشح الحين بس معاكم رياض الاطفال بس رياض ما الاطفال خدت لا لا كتجربه اولى اخذنا رياض الاطفال. حلو. 39 رياض اطفال اه في رياض من الرياضات اللي رياضه الارجوان فازت بشرف التنظيم فاستبعدت فظل 38 رياض يعني 38 مدير كلجنه تحكيم ومن كل رياض يطلع لنا ثلاث متحدثين. حلو. يعني أنت عندك الرياض ما يقارب نقول مثلاً نسبة. كل روضة, روضة ترشح ثلاثة. بالضبط يعني من ثلاثين نقول مثلاً إلى أربعين معلمة مثال يعني مه. كل روضة ترشح أفضل ثلاثة عندها ممكن نقول أفضل ثلاثة مش في المستوى في في إتقان اللغة العربية أو في 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 فن الخطابة. صار 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 تردد بالبداية من المشاركين يعني من بعض. ال... رياض الاطفال ان ها والله يمكن ما عندنا احد يشارك او يمكن ما حد يقبل ولا لقيتوا اندفاع والله الله الحمد لله الحمد لا الكل شارك، الكل شارك ما صار تردد اكثر ما هو قلت لك مثل ما نبهت لك ان المدراء نفسهم ما كانوا فاهمين الفكره زي فلما رشحوا معلمين معينين او معلمات معينات على طول سارعوا ان اعطيناهم فتره لتغيير المعلمات بعد ما فهموا الفكره ان هذه العمليه عمليه فن خطابه، عمليه تحدي، عمليه اثبات وجود فصار في تغيير او في 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 الفرق نفسها المختاره. زين انا راح اروح لك عن موضوع مشاركه المعلمين هل تشمل جميع الفئات سواء المواطنين او حتى الوافدين يعني المعلمين الوافدين او انها تشمل فقط المواطنين لكن بعد فاصل صغير إن شاء. ونتواصل ان شاء الله من عقبه فاصل وراجعين. لكن قبل الفاصل كان سؤالي عن موضوع المشاركين في هذا الدوري هل اقتصر صج على موضوع الكويتيين المواطنين بس ولا الوافدين مفتوح لهم المجال بعد مفتوح المجال للجميع للوافدين وحق الكويتيين يعني ما, ما ما ما, عندنا احنا تميز وخصوصا ترى ازيدك يعني احنا من بنود التقويم او بنود اللي حصل على الدرجات هي استخدام اللغه العربيه فما زي. عندنا مشكله انه يكون يعني وافد ولا كويتي يعني تم ترشيح وافدين من قبل المدارس ولا؟ للحين ما واجهت احد بس احنا ورش العمل شغاله يعني على على مدى الايام القادمه فما عندنا مشكله أنه إنه يكون احد اعضاء دا الفريق دام, دام, دام الاستاذ ناصر جبت طاري الورش ورش العمل تم الاستعانه فيها يعني من قبلكم بناس مختصين واذا في استعانه من وين استعنتوا فيها؟ نعم احنا استعنا بافضل المتناظرين في دوله الكويت. نعم. ايه؟ وهم هم لهم يعني مجالهم وفازوا بمراكز ومناصب في 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 دور المناظرات على مستوى العالمي يعني بتكلم. عندنا 11 ورشه عمل شغالين وهم جزاهم الله خير قاعدين بشكل شبه يومي اعطاء دروس وتقييم لعمليه الدوري المناظرات ويعني يعطون بعض النصائح للاخوه المتناظرات الاخوات المتناظرات. يمكن راح اروح وارجع معاك بعد شوي على موضوع لجان التحكيم واعدادهم وطريقه التحكيم نعم لكن استاذ وليد يمكن اثنى حيل استاذ ناصر على موضوع المستوى اللي شافه من المشاركين في هذا الدوري. انت ب بحكم خبرتك بالذات في هذا المجال يعني شنو شفت المستوى بصراحه؟ والله المستوى يعني احنا كبدايه ما كنا متوقعين كنا مسوين دراسه كنا متوقعين يعني شيء اقل من اللي شفناه بنسبه كبيره، لكن صدمنا المستوى اذا استمر اظن دولي ثاني او ثالث ممكن يوصلون يقدرون يشاركوني المراحل العالميه. زين؟ ممكن يكونون متناظرين عالميين يمثلون مثلا وزاره التربيه في دوري مناظرات في قطر. لهالمستوى يعني؟ لهالمستوى وصلوا. هذه مو بشهادتي انا فقط بشهاده اعضاء لجنه التحكيم اللي استعنا فيهم كافضل متحدثين الله يمسيهم بالخير الاستاذ احمد الهندياني والاستاذ ياسمين العصفور من كليه الطب والاستاذ موضي العبد الجادر زين كلهم شهدوا في نفس الشهاده ان المرحله احنا ورد اكرر ان احنا للحين مختصرينها ترى على رياض الاطفال ممكن نطلع منهم متناظرين دوليين يمثلون دوله الكويت فما بالك لو احنا توسعنا اوكي فما بالك لو توسعنا فما بالك لو نزلنا الى مستوى الطلبه كما يعني مثل تخطيط الاستاذه منى اذا بدينا ناهل طلبه وهم في مرحله العمريه بدايه المرحله العمريه اللي هم الثانوي 16 و17 و15 سنه هذه الفكره اللي راح عند الاستاذه منى الصلال نعم تم تبنيها انه يعني راح يكون ان شاء الله راح يكون في بالفتره القادمه دوري والله للطلبه والله ان شاء الله وتقريبا شبه تم تبنيها خلاص بالتعاون يعني بين الاستاذه منى الصلال والاستاذه وفاء الاستاذ مراقبه التعليم الثانوي الله يمسيها بالخير كانت متعاونه معنا جدا وساهمت في انجاح هذا الدوري خصوصا في تسهيل عمليه حركتي انا والاستاذ ناصر كنا احنا من قطاع الثانوي العام. نعم. آه واداره الانشطه بعد معنا في المنطقه حاليا شبه انه خلاص تقريبا انحسم الامر وبدينا في آه اول مثال جربناه على الطلبه كبدينا كتجربه ولقيناها هنا نجحت فان شاء الله انه راح نشوف في في شهر ثلاثه حسب ما ذكرت استاذه منى في اللقاء السابق انه ان شاء الله راح ننطلق في في الطلبه ان شاء الله. والله امانه ترى الطلبه تلاقي عندهم وايد من الناس المميزين والمواهب اللي محتاج بس انك تعطيه الفرصه والمجال انه ينطلق يعني راح تشوف شلون يطلع يعني نوابغ يقولون بضبط. عندنا مثل ما بضبط. عندنا شوي بضبط. ناس بضبط. لو تعطيهم المساحه الحواريه انه ينطلق ينطلق يعني انا اكمل على استاذ وليد استاذة منى سوت عقدة مجلس الطلبة كان بحضورها وبحضور الاستاذة وفاء الاستاذ شافوا او يعني او سمعوا شيء مهول من الطلاب بلغة حلوة وحوار هادي وحوار هادف فبالتالي انقلوا صورة لنا قالوا احنا سمعنا من الطلاب يعني اعتقد ان احنا يعني حتى في بيوتنا اذا ما نجيب ابنائنا ونقعدهم في الديوانيه ونسمع لهم وين يفرق اذا احنا ما نسوي له هذا الشيء في المدرسه ونعده بطريقه ان نقول له تعال احنا راح نعطيك تكون قائد في المستقبل وعارف شلون تقعد وعارف شلون تتكلم وعارف شلون تنقل الفكره بحججك وبراهين ومصادر ممكن تنقلها ليش لا؟ ليش احنا ما نسمع لك؟ فاحنا بنسمعهم ان شاء الله. في المستقبل مثل ما عندنا بال... طلبه مشاغبين وهذول اللي, اللي بارزين على الساحه اليوم لا. اللي كأن كل الطلبه مشاغبين لا والله عندنا طلبه لا عندنا طلبه آه قادرين ان يوصلون وممكن تعطيهم الفرصه يبدعون بالضبط. اذا نروح حق موضوع لجان التحكيم وانت لا. احد رؤساء هذه اللجان نعم كم عدد اول شيء لجان التحكيم؟ كم عدد الحكام اللي موجودين؟ من اي مناطق تعليميه اخترتوهم؟ طيب احنا نقول مناطق التعليميه هي منطقه الاحمديه، احنا للحين في اطار منطقه الاحمديه التعليميه كلهم من الاحمديه كلهم المحكمين راح يكون مديرات مدارس رياض الاطفال هم اللي موجودين لان مرحلتهم رؤساء التحكيم هم طبعا يقسمون الى اربع اقسام زي. عندنا رئيس لجنه التحكيم عندنا مراقب عندنا عضو يمين عندنا عضو يسار وعندنا مراقب نعم. كل واحد له مهام رئيس لجنة التحكيم يأخذ أعلى الدرجات يعني أنه يأخذ 50% من الدرجات تقييم المتناظرات رئيس لجنة التحكيم رئيس لجنة التحكيم والخمسين, والخمسين يتوزعون على الثلاثة الباجين والخمسين يتوزعون على الثلاثة الباجين اللي هو العضو اليمين وراح يكون بالجانب النفسي والاجتماعي يعني طريقة شلون قادر انه مثلا هل هو قاعد يحرك ايده في الكلام، لغه الجسد، لغه تعابير الوي هل هو قاعد يستغلها؟ <متصفيق> اه ايضا له 20 درجه. يعني كلها لها تاثيرات اي عضو عضو اليسار راح يكون مختص باللغه العربيه هل استخدم اللغه العربيه؟ هل عنده حجج وبراهين اه قدمها؟ ايضا 20 درجه، المراقب عنده الوقت وقت ال يعني احنا كل 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 عضو له خمس دقائق خمس دقائق وعند خطاب الرد اخر شيء بعد ما يخلصون كل واحد يقدم خطاب رد. فخطاب الرد راح يكون بثلاث دقائق ايضا هذا التايمر يعني حق المراقب. هذا خطاب الرد ارتجالي. اي بالضبط وعلى المداخلات مالت المت... زين مت... بس ما صار زعل يعني انه والله ليش منطقه الاحمدي ماسكين موضوع التحكيم؟ ليش ما احنا؟ لا هو شوف. لنا مجال في التجارة لا احنا ما نقدر ما نقدر يعني مستحيل انه يصير زعل. طالما منطقه الاحمدي رياض الاطفال فكرتهم زين الفكره من مراقبتهم ياخذون فكرتهم بس في من المنطقه يعني مشاركين من محافظه الاحمدي من اي ناحيه بس في رياض الاطفال المشاركين اختصرنا في رياض الاطفال مه. ما في آه راح نبدا ان شاء الله من الكوسري الجاي نبدا ننتقل الى مرحله الثانوي لكن جي. حاليا الفكره فكره رياض الاطفال معناتها أنه لازم ناخذ لجان تحكيم من مدراءهم والمتناظرين من معلماتهم كبدايه كتجربه اولى مه. لكن من ناحيه الـ الـ زعل وما زعل هذه المنافسه الشريفه بالعكس احنا نحب اللي الغيره نبيها احنا زي. احنا نبي الغيره تشتغل عشان ننجح بالاخير بالاخير كله قاعد يصب في مصلحه منه مصلحه الكويت والاجيال شنو يتم اختيار الفائز استاذ وليد؟ اختيار الفائز يتم ضمن اليه اللي شرحها الاستاذ ناصر اللي هو لجان التحكيم كل واحد له بند عليه درجات بالاخير راح يتم جمع الدرجات راح تطلع نسبه مئويه، النسبه المئويه طبعا اثناء جمع الدرجات وهذا كله راح يكون في اشراف جمعيه الشفافيه راح تطلع النسبه بعدها ترفع الى رئيس مجلس الاعلى للمناظرات نسب الجميع جميع اللي شاركوا بالضبط جميع المناظرات يعني احنا بيوم 28 راح تكون عندنا يعني ما كان دوري إنه تطلع مجموعه وتبقى مجموعه لا خروج المغلوب اه اوكي هو خروج المغلوب يعني يوم 28 راح في اخر شيء كم راح يبقون اثنين حق يوم النهائي يوم حق النهائي وراح نبدا بيوم 28 ب 19 مناظره في وقت واحد 19 مناظره ب 19 لجنه تحكيم حلو معناته راح ينجحون 19 ونقول خلينا نقول ان شاء الله الكل ناجح خلينا نقول راح يتاهلون 19 وغير متاهل 19 راح يطلع من الدوري زين 19 الثانيين يكون في عندنا عدد فردي راح نرجح واحد فيهم اعلى نسبه 18 راح يتناظرون في تسع مناظرات وتظل العمليه كذي الى ان نصفي فريقين. حلو. فريقين عاد الاول هذا والثاني هذا الاول والثاني نرجح منو شنو جوائزهم؟ جاهزين لهم يعني لا احنا ما راح نصرح بخصوص الجوائز لكن نقدر نقول المركز الاول هو اللي راح ياخذ يرفع كاس المركز الاول ان شاء الله هو الفريق الاول. راح تكون المناظره ان شاء الله في يوم 30 يوم 30 نعم زين بالنسبه لدقه لجنه التحكيم شلون تقييمك استاذ ناصر وبعد تاثيرهم على النتائج يعني بشكل عام لا يعني طريقه تقول ان في درجات على في... حركه في درجات على اي بالضبط على إيه بالضبط على, حركة على الت... الوي بعد تعبير على حركه الوي على الاسلوب اللي قاعد يطرح فيه هل اللغه العربيه استخدمها بطريقه راقية يعني احنا ما قاعد نفرض يقول له تعال والله اقرا اللغة العربية حرفيا على اساس إن توصل رسالتك الى الجمهور والى لجنة التحكيم مزين. لكن احنا نقول له استخدم اللغ... استخدم بعض المصطلحات في اللغة العربية يعني لا يكون لا يكون حوارك او حديثك كله عامي مم. لا اخذ بعض المصطلحات في اللغة العربية زائد انخفاض الصوت رتن واحد هذا يخسر احنا قاعد نقول لهم نبين لهم الحين المعلومات هذه على اساس انه لما يدشون في التصفيات قادرين على انهم يعالجون بعض الاخطاء من خلال ورش العمل. يعني انا حضرت يمكن البارح كان اغلب المتحدثات عنده عندهم فهم، عنده يقدمون اكثر من تعريف للموضوع موضوع واحد، عندهم اكثر من حجه وعندهم مصادر، لكن طريقه الحديث يكون رتن واحد مستمر هذا احنا احنا نعيشه احنا نسميها تعليمي بالضبط كان يسولف يعني عادي لا لا احنا م. نعيشه بالواقع التعليمي بالحصه الدراسيه تخيل يجيك مدرس ونفس الكلام نفس الطريقه 45 دقيقه تمل لكن لازم انه يقوم يرفع صوته في مجال معين صح. يخفض صوته في مجال معين يخلي الطالب ينتبه ب... ب... لما يرفع صوت الطالب يدري ان هذه المعلومه مهمه. صح. نفس الطريقه ترى هي يعني مسموح بشكل... الكلام بالعامي مو بس باللغه المصرية. لا لا ممكن احنا احنا قاعد نقول يستحسن انك تستخدم اللغه العربيه. زين اذا تكلم استاذ وليد عن خططكم المستقبليه لتطوير هذا الدوري بالذات بعد يعني ما تكلمتوا عن نجاح ما شاء الله نتوقع في هذا الموسم الاول. والله احنا حاليا كخطه مستقبليه قبل خطة المستقبليه خلينا نضمن نجاح الدوري الاول وان شاء الله احنا ضمننا نجاحه لكن مجرد ما نخلص راح نبدا في عرض مشروع ان شاء الله لوزاره التربيه من محافظه الاحمدي ونعرض فيه خطواتنا والورش العمل اللي تمت والمجهود المعلمين واليه النجاح واليه التحكيم كامله واضافه اللي نضيف لها المجلس الاعلى للمناظرات وطريقه تشكيله واشراف الاستاذه منى اللي كان مباشر علينا راح نعرض نتقدم فيه لوزاره التربيه طالبين فيه ان العمليه تكون نعممها على جميع مدارس الكويت كخطوه اولى بتعزيز لغه الحوار كمجتمع احنا محتاجين خصوصا ان حاليا لما نشوف ان الاوضاع صارت الحرب الاعلاميه هي اقوى من حروب السلاح نعم. لغه الحوار صارت مطلوبه لو نلاحظ يعني في اي مشكله صارت بالبلدان العربيه اي ثورات اي اول شيء يطلب من الجهتين سواء من الجهه المعارضه او الجهه المعارضة يطلبون طاوله حوار نعم معناته نعم. هذا يعكس يعني لنا اهميه قيمه الحوار الحوار والكلام اكيد بالضبط. هو صار سلاح بالضبط والكلام لما يكون انسان متحدث اكيد ممكن يكون عنده حجه يمكن حتى لو ما عنده حق بعد ممكن ياكلك بلسانه صحيح. صحيح لكن عموما انا شاكر لك استاذ وليد على تواجدك صحيح. اليوم وايضا استاذ ناصر نشكرك جدا على اللقاء على حضوركم أتمنى لكم ان شاء الله التوفيق في هذا الموسم الموسم الاول ونتمنى نطمح انه يكون بعد يستمر هذا الدوري ويشمل حتى المعلمين في مجال الابتدائي والمتوسط والثانوي كل شكر لكم على الحضور ونشكر ايضا مشاهدينا على حسن المتابعه نلتقي معكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده راح اكون معكم ان شاء الله في سلام يا كويت مع السلامه